نقدم اليوم مجموعة من المشروبات للتنحيف، مشروبات مثل الشاي تعمل للتنحيف ولطرد السموم من البدن ومن المصارين، الأمعاء، الكبد، الكليتين، تنظيف الرحال، تنظف الجسم وتساعد بالتالي على تخفيف الوزن بشكل تدريجي وطرد السموم وإذابة الشحوم ببطء بهدوء بدون أي أعراض جانبية وبدون مشاكل وبدون نقص في الفيتامينات بالجسم. نقدم أول مشروب هو البابونج، نخلطه مع الكركديه مع القرفة مع الورد مع النعناع مع الزنجبيل، ويعمل مثل الشاي ويترك حتى يصير فاتر، يصفى ويشرب مرتين في اليوم، ونستمر به لمدة شهر. هذا جنتل ديتوكس، يطرد السموم بشكل رهيب جدا من الجسم، ينظف الجسم تنظيفا رائعا جدا، ويجعل التفريغ للمصارين يتم بشكل ممتاز جدا. طعمه رائع، يفقد الوزن بسرعة، يقلل من التعب، خالي من الجلوتين، خالي من الكافيين، وكل المواصفات فيه رائعة جدا. نقدم مشروب ثاني صحي، ديتوكس يوغي، ممتاز جدا لتنظيف الجسم وخفض الوزن. لو استمرين على هذه المشروبات كل يوم مرة مرتين لمدة شهر، نشعر بأن هناك فقدان في الوزن، ذوبان للشحوم في البطن، الكرش خاصة. الوصفة الثانية هي مشروب تطهير ديتوكس للبطن والجسم ولإنقاص الوزن، قرفة، زنجبيل، توت، قرنفل، هيل، عرقسوس، وإذا عندنا جذور الأرقطيون نضيف لها، ما في. تخلط وتعمل مثل الشاي وتنقع بماء ساخن وتغطى أو تغلى قليلا مرة واحدة، ثم نطفي النار مباشرة ونتركها مغطية ترتاح 10 دقائق 15 دقيقة، نصفيها ونشربها مرتين كل يوم، تخفض الوزن بعد استخدامها شهر شهرين، تخفض وتزيل الكرش نهائيا جدا. هذا المشروب ممكن نشربه مرة إلى مرتين باليوم، مشروب اليوغي، هذا اسمه يوغي، خالي من الجلوتين، خالي من الكافيين، يحسن النوم، وخالي من أي مواد تضر الجسم إن شاء الله تعالى. هذا المشروب يمنع الشهية، يعني ممكن بعد شرب هذا المشروبات وخصوصا بعد استخدامها عدة أيام تصيري تكره الأكل، ما تحبي كثير، فحاولي تلجئي للأكل المغذي المفيد، التفاح، البرتقال، الليمون، الموز، الأكل المفيد اللي بيفيدك، بدل الرز، بدل المعكرونة، بدل الخبز الأبيض، بدل المواد الضارة. نقدم الآن كمان جنتل ديتوكس تي، مشروب آخر، ورق الشاي الأخضر نغليه مع الزنجبيل، وبعد غليه نصفيه، بعد غليه نتركه يبرد، نصفيه ونضيف له ملعقة صغيرة من بذر الرمان المطحون ناعم جدا، أو نخلطه بعصير الرمان ونشربه كل يوم 3 مرات 3 أكواب، طعمه رائع، بيقلل النفخة بالبطن، بينظف القولون والمصارين،
وبيفقد الوزن، بيخليك وزنك ينزل بسرعة، خصوصا خلال شهر شهر ونصف بينزل وزنك جدا إلى حد ممتاز جدا. نقدم الآن مشروب آخر، شاي أخضر، قرفة، قشر البرتقال، بذور الشومر، الشمر، زنجبيل، ونقوم بغليها. مجرد تغلي فمباشرة نطفي النار، نتركها تبرد، نصفيها ونشرب منها كل يوم 3 كاسات أو كاسين باليوم. بيقلل الإجهاد والتعب، بينزل الوزن بسرعة، بيزيد الدورة الدموية بالجسم، طعمه رائع، ممكن نشربه بارد مثلج ما في مشكلة. اللي بعده مقدار حبة حمص من السنمكة المسهلة، مقدار حبة حمص فقط أو أقل حتى، نخلطه مع عسل نحل، مع عسل نحل، ونتركه على جنب، أو نأتي بالسنمكة هذا مقدار حبة حمص أو أقل، نغليها مع قشر البرتقال، نغليها ونضيف لها هندبة إذا موجود بيكون أفضل، مع زنجبيل، مع شمر، مع الجوز القرقاع، نغليهم ونصفيهم، وبعد أن يبردوا نضيف لهم عسل، ونضيف لهم جريب فروت إذا موجود بيكون أفضل، وإذا ما في ممكن نضع عصير ليمون حامض أصفر مقدار نصف ليمونة، ونشرب منه كل يوم كاس كبير أو كاستين باليوم لمدة 14 يوم، من أحد المشروبات القوية جدا في تنزيل الوزن. نقدم مشروب آخر لإنزال الوزن، قشر الليمون، زنجبيل، ورق الشجر العنب، ونقوم بغليهم ثم نقوم بعصر ونصفيهم، وبعد ما يبردوا نصفيهم، نضيف لهم عصير نصف ليمون ونشربه كل يوم مرتين. هذا ممتاز جدا جدا، ويمنع الشهية إذا عندك كرش كبير، هذا المشروب ممتاز جدا لك. هناك مشروبات كثيرة أخرى تستخدم في العالم لإنقاص الوزن، مثل العرق السوس، اليانسون، والزنجبيل، تغلى وبعد ما تغلي مباشرة نطفي النار ونتركه يهدأ يبرد، وبعدها نشربه كل يوم مرتين أو 3 مرات، كوبين أو 3 أكواب باليوم. رائع جدا، خفيف وطعمه ممتاز، بيزيل السموم من البدن، وبينظف الكبد جدا جدا هذا المشروب، وبينقص الوزن إلى حد كبير جدا، ولكن يمنع الشهية. فلذلك هذا المشروب يصلح للي عندهم كرش أو عندهم كرش كبير جدا، يصلح لهم، لأنه بيمنع الشهية، بيسد الشهية، فممتاز جدا في هذه الحالة. نقدم مشروب آخر، ورد بتلات الورد، نغليها مع قشر الليمون ومع ملعقة صغيرة من البرسيم المطحون، ورق البرسيم أو بذور البرسيم المطحون، مع الزنجبيل شوية، مع شوية بذور الشمر، وورق الجوز، ورقة أو ورقتين جوز، ورقتين ورق شجر القرقاع وورق شجر الجوز موجود عند العطارين، نخلطه ونحطه على النار، وبعد أن مجرد يغلي طفي النار مباشرة، لا تخليه يغلي كثير، مو بس يغلي طفيه مو بنزليه، وتركيه وغطيه وتركوه يهدأ يرتاح، بعدها نصفيه، بعد ما نصفيه نعصر عليه نص ليمونة حامضة صفرة،
ونخلطه ونشربه مرتين باليوم بينزل الوزن بسرعة كبيرة جدا لا يمكن تصورها. يوجد لدينا خلطات كثيرة إن شاء الله تعالى لن نبخل عليكم بتقديمها، ترقبونا في وصفات رائعة جدا لإزالة الكرش. ميرسي أبو عبد العزيز العشاب كان معكم، شكرا ميرسي.